السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بجميع المتابعات والمشاهدات. نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية. سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير، ونتمنى هذه السنة تدخل عليكم أحسن من السنة الماضية وتحققوا فيها جميع المتمنيات. في هذا الفيديو نقدم لكم طريقة عمل صابلي بالمربى وبنكهة البرتقال على شكل قلب. محتاجين 125 غرام من الزبدة اللينة بحرارة المطبخ، أو نخرجوها من الثلاجة تقريبا ساعتين قبل ما نبدأ عملية الاشتغال. 100 غرام من السكر الناعم، ملعقتين كبار من الزيت النباتية، بيضة واحدة متوسطة الحجم، رشة من الملح، نكهة البرتقال تكون على شكل جيل، هي متوفرة عند محلات بيع مستلزمات الحلويات، ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى أو نصف كيس خميرة الحلوى، 300 غرام من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات. بالنسبة للطريقة، ناخد الزبدة، من الأحسن تقطعيها قطع صغيرة حتى تسهلي عليك عملية الشغل، ونضيف عليها سكر ناعم منخول أو مغربل. نخلطهم جيدا، نخلطهم تقريبا 10 دقائق حتى يمتزجوا جدا مع بعضهم ونحصلوا على كريمة. وأثناء اللمس نحسوا أن السكر اختفى، يعني نحسوا فقط بخليط ناعم. ثم نضيف الزيت ونخلطه جيدا، ومن بعد البيض ونفس الشيء نخلطهم جيدا. وأخيرا نضيف الملح والنكهة، من الأحسن في هذه المرحلة نخلطه جيدا. أنا أضفت الدقيق منخول وخميرة الحلويات ثم مزجتهم مع بعضهم. في هذه المرحلة فقط نحاول نجمع الدقيق أو نمزج المكونات السائلة مع المكونات الناشفة، يعني بدون مبالغة في الدلك، فقط نجمعهم. بعد ما انتهيت حصلت على هذا الشكل من العجين، وضعتها في بلاستيكه وحطيتها في الثلاجه ساعه ساعتين 3 سوايع كل ما ممكن ليله كامله عادي، المهم احتفظوا بها في الثلاجه. ثم قمت بتبسيط العجين ما بين كيسين من البلاستيك او ورق الزبده على حسب اللي متوفر عندكم، واخترت هذا الطبق اللي على شكل قلب ونقطعه. قطعت شكلين، يعني شكل القلب العادي والشكل الثاني هو شكل القلب اللي يحتوي ايضا على قلب في الداخل. بهذه الطريقه نوضعهم في صينيه مدهونه بالزبده او الزيت عفوا، وندخلهم الفرن وننتبه جيدا على الصابلي، يعني فقط ياخذ اللون الذهبي. هذا هو الشكل النهائي للصابلي. الان ننتقل لمرحله التزيين. ناخذ شكل القلب اللي في الداخل ديالو او مفتوح من الداخل. اخذت الشكلاط الاسود وضعته في حقنه او الجيب الحلواني عنده راس صغير جدا، وقمت بعمل خطوط زيكزاك بهذه الطريقه سواء عموديه او افقيه، وضعتها في الثلاجه. الخطوة الموالية للتزيين، محتاجين نصف كوب من المربى، أنا استعملت مربى المشمش، نصف كوب من السكر الناعم، وربع كوب من الماء، نكهة البرتقال، وملعقة كبيرة من الجليكوز. نخلط جميع المكونات ونوضعهم فوق النار. الآن نبدأ عملية التزيين. ناخذ الجزء السفلي، نستعملوا الظهر، يعني نخليو الوجه الاسفل ونشتغلوا على الظهر لانه كيكون مسطح على شكل على عكس الوجه كيكون يعني شويه من فوق. ناخذ الخليط ندهن القلب ونلصق عليه القطع الاخرى حتى نكمل جميع القطع. ثم ناخذ ملعقه صغيره كميه من خليط المربى
ونكهة البرتقال ونوضعها في الداخل، ونوضع كل شيء في الثلاجة حتى يتماسك خليط المربى والجليكوز. هذا هو الشكل النهائي للصابلي على شكل قلب. ممكن تستعملوا قلب عفوا شكل آخر من الطوابع ونكهة أخرى، ممكن تغيروا نكهة. المهم أن نفس نكهة العجين تكون هي نفس نكهة الحشوة. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى هذه الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها. هي بسيطة جدا وعندها شكل رائع جدا. أشكركم جدا على المتابعة. باي باي.